عايزين نعرف قبل وبعد، قبل كان ايه ودلوقتي ايه. بص يا فندم، بمنتهى الاختصار عشان وقت حضرتك، الحقيقه كانت المشكله كبيره جدا في تسجيل العقارات. ايه اهم المشاكل في تسجيل العقارات؟ ان انا لازم عشان اسجل ملكيتي لازم تكون الملكيات اللي قبلي تكون مسجله، وبالتالي كل الحركات العرفيه مش هقدر اسجلها. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا ممكن اي حد يتعامل على العقار بتاعي ويقدم طلب عليه بدون اي مستندات، يقدم طلب يرمي ورقه كده، والورقه دي ممكن تقعد سنه وتجدد بسنه ثانيه، هو ملوش اي علاقه بالعقار. فالحقيقه وزاره العدل بيشترك مع مصلحه الشرع العقاري قعدوا يدرسوا في هذا الموضوع سنتين، لغايه لما طلعوا تعديلات قانون الشرع العقاري اللي سيادتك تفضلت وقلت ان هي دخلت حيز التنفيذ بدءا من 7/5 اللي هو كان اول يوم النهارده معالي الوزير يتفضل مشكورا ان هو يقدم بقى طلب بنفسه عشان يدعو الساده المواطنين. هو كان عايز يسجل شقته شخصيا. بالظبط يا فندم، هو سيادته يعني سيادتك يمكن متابع التصريحات الاعلاميه ان هو في فتره سابقه من سنوات سجل في 6 سنين. هو دلوقتي سيادته عايز يتيقن من الاجراءات اللي اتعملت خلال 37 يوم هيتم تسجيل العقار، بس هو عايز يتاكد من ايه كمان سيادته؟ عايز يتاكد ان كل الخطوات اللي احنا خدناها في القانون هتطبق عملي صحيحه وسليمه وفي المعيار الزمني اللي احنا قايلينه. سيادتك يمكن خلال الفاصل معلش يعني لازم برضو اوضح النقطه دي، ان احنا بنقول ايه 3 دقائق، لا ده ممكن ياخدوا اكتر من كده بكتير. هو مش هياخدوا اكتر من كده بكتير ليه يا عمرو بيه؟ لان هو اصلا مش مطالب الزميل المتلقي الطلب من المواطن اي حاجه، مطالب بايه؟ ان هو يتحقق من الرقم القومي بتاعه ويكتب رقمه ويكتب رقم الموبايل اللي هيتم التواصل عليه وياخد الورق منه ويبعت له رساله ان هو استلم منه هذا الورق بس. بس الكل بقى معقوله في كده يعني؟ ايوه فندم، احنا يعني كان معالي الوزير بالاشتراك مع المصلحه قعدنا جلسات متعاقبه شهور عشان نصل لايه؟ انتوا بتعملوا ايه في النقطه دي؟ طب ودي تعملها قدام المواطن ليه؟ طب انا عايز دلوقتي المواطن يخش في ثانيه ياخد الرقم، والحاجات بقى اللي انت ممكن تعملها بقى تاخد ساعات وايام ومعاينات، ايه دخل المواطن توقفه قدامك ليه؟ ما توقفوش قدامك، فاهمني حضرتك؟ فهي القصه كلها في ايه؟ ان انا النموذج باخده بشتري النموذج ده، النموذج يا فندم ده النموذج بشتريه، ده طبعا ده 8 نماذج مع سيادتك اللي هم الخاصين بالقانون 114 لسنه 46 المعدل بقانون 9 لسنه 20، وكل بالظبط يا فندم سيادتك بتملاه، بتاخده بتملاه كل المستندات الثابته على النموذج ده والمبلغ المحدد قرين هذا النموذج، سيادتك بتقدم عليه المستندات. انا عرفت ال 4000 جنيه ده بحد اقصى، فانت 3900 جنيه الحد الاقصى، وفي ب 500 جنيه وفي اصلا ما حددن لهاش. اي يعني انا الاول اروح الشهر العقاري اسحب بالظبط كده يا فندم علشان ايه؟ اعرف الورق المطلوب مني بالظبط بالظبط، انا واجي يوم تاني اقدمه بالظبط. انا مش هقبل من سيادتك الورق الا اذا كان ايه؟ كامل. فلو مش كامل ما تجيش. بالظبط كده يا فندم، فانت سيادتك تكمل ورقك وتجيلي، والورق زي ما سعادتك شايف كده حاجات كلها صورة محدده، صوره بطاقه الرقم القومي كلها ما فيهاش اي مشكله، مشروع محرر المواد شاره مكتوبه على الورق المؤمن اللي هو ده تمام، بيان رفع مساحي آه. رقم احداثي للنظام العالمي ده نروح نجيبه من مهندس من المساحه العسكريه، من هيئه المساحه العسكريه يا فندم، او وزاره التخطيط او المراكز رخصه المباني كلها. للعقار محل الطلب ايوه، إذا كان مقاما اعتبارا من تاريخ 3/6/92 2/6 أنا آسف المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها، عقد عرفي، حكم صحة ونفاذ، كشف عوائد أو مستند رسمي آخر، ما يفيد سداد الرسوم والمصروفات الإدارية تحت التسوية عن هذا الطلب 3900 جنيه. ده اللي هو أكبر طلب عندنا اللي هو تسجيل وقع منتهي، ده أكبر مبلغ على هذا الطلب.